بس عشان الوقت كمان نروح لمحمد منصور منسق مبادرة شباب بنها لتطهير الشوارع ودور العبادة. مساء الخير. مساء النور. قول لي ايه الاخبار بقى، بتعملوا ايه؟ والله احنا شغالين من اول موضوع الفيروس ما دخل مصر وكده، واحنا شغالين على اول حاجة دور العبادة عن طريق منشورات بصيغتها اللي هي توعي المصلين كيفية أداء الصلاة وكيفية اللي هي تاخد حذرها أثناء الصلاة، لبس الكمامات اللي كل واحد يجي ده في دور بتاعته، العبادة. ده في دور العبادة. طيب النهارده بعد ما دور العبادة خلاص توقفت لمدة أسبوعين، الشغل اللي الفترة الجاية هيكون عامل إزاي؟ إن شاء الله بإذن الله هيكون على اللي إحنا نمشي في عملنا بعض التعقيمات في بعض المحال عندنا في مدينة بنها، في محيط مدينة بنها طبعا باستثناء محلات الملابس، الملابس ومحلات المأكولات، وفي دار المسنين بنعمل فيها عظيم وتعقيمات، دي مهمه جدا دار المسنين، وفي ناس بتطلبنا يعني بتستفيد مننا في حاجه زي كده. الناس كانت بتتعاون معاك؟ طبعا، وده طبعا بدون اي مقابل خالص. الناس كانت بتتعاون، بتاخد الورق منك في الجامعة؟ في شباب بتنزل معانا، وفي شباب بتنزل معانا، وفي بنات بتنزل معانا، وفي في تعاون. يقول لك لا احنا مصريين هتعدي علينا الكورونا زي ما عدى علينا. اليومين اللي فاتوا، اليومين اللي فاتوا والله كان في وعي كبير جدا في على، انا بتكلم على محيط مدينه بنها، وكان في والله دور كبير جدا للمسؤولين، السيد اللواء المحافظ القليوبيه اللواء عبد الحميد اللجان، وكان والسيد مدير الامن، كان في تعاون جامد جدا والله، وكان يعني الناس استجابت لموضوع القفلان بتاع المحلات التجاريه ولو كنت شفت فعلا امبارح مدينه بنها واول كان في زي ما تقول في حظر تجوال بجد يعني والله. نتمنى ان الناس تلتزم. الله محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. خالد شكرا كمان ليك، اشكرك شكرا جزيلا. عبد الله نورتنا، ومحمود شكرا جزيلا على وجودك. احنا وقتنا خلاص يعني متشرفين بوجودكم معانا. واتمنى بس ايوه بس يعني بص معاك 10 ثواني في اقل من دقيقه. انا رسالتين، الرساله الاولانيه للشعب نفسه، يا جماعه احنا المفروض ما نستهونش، لان احنا شايفين احنا في الشارع، لازم احنا في الازمات لازم نكون واضحين جدا مع نفسينا. احنا بنستهونين، في استهوان كبير جدا من الناس في الشارع، وده هيؤدي لمزيد من المخاطر. ثانيه معلش انا اسف، لان دي رساله لازم اقولها، ودي رساله واضحه وصريحه مننا احنا خمسه. صحيح. كشباب قاعدين مع بعض فعلا، دي رساله مننا. انا فعلا بشكركم على وجودكم معانا، بتعملوا مجهود عبقري، ويا رب الناس يعني تلتزم وتهتم وتشوف الخير اللي بيحصل من الشباب في المجتمع، وتصدق ان في خطر وان احنا اللي قادرين نوقف الخطر ده. انا بشكركم شكرا جزيلا. كمان ساعه بالظبط من دلوقتي الحياه الزرقاء اللي كان اسمها الحياة دراما هتتقلب وتبقى قناة الأفلام والمسلسلات طوال فترة المكوث في المنزل، أفلام ومسرحيات من الحاجات اللي احنا بنحبها القديمة هنفضل قاعدين معاها. افضل فاتح القناة وهتفضل قاعد بقى إلى ما شاء الله، وحين تنتهي هذه الأزمة على خير. بكرة حلقة جديدة من الحياة اليوم في نفس الميعاد. ربنا يعدي علينا وعليكم وعلى العالم كله الأيام دي بكل خير. نشوفكم بكرة.